السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جامعہ طیبہ آفیشیل کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان احتشام الحق. خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو پروگرام ایک نشست میں. ہمارے آج کے مہمان مصر کے ایک بہت مشہور قاری الشیخ القاری محمد احمد الفرحاتی صاحب ہیں، جن سے ہم آج کی نشست میں علم التجوید، علم قراءات اور اسی کے ساتھ ساتھ علم المقامات اور اسی کے ساتھ ساتھ بعض مشوروں کے بارے میں بات کریں گے. آئیے شیخ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ اولا ارحب بكم. جزاكم الله خير. بارك الله. فضيلة الشيخ، اولا اريد ان يتعرف عليك اولا منك، اعني اين مسقط راسك، اين بدات مسيرتك التعليميه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا اسمي أحمد محمد الفرحاتي، من قرية تسمى سندوة، مركز الخانكة بمحافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية. حصلت على التعليم الجامعي جامعة الأزهر، كلية التجارة قسم الحسابات، وبعد ذلك أخذت معهد القراءات. فضيلة الشيخ، العمر المناسب لتعلم القراءة والتجويد ما هو؟ العمر المناسب لتعلم القراءة في تحفيظ القرآن، الطفل من بداية من 3 سنوات حتى يستطيع استيعاب الكلمات والتشكيل، الفتح والكسر والضم وغير ذلك. بداية من 3 سنوات هو سن مناسب، ويوجد أطفال 10 سنوات يحفظون القرآن كاملا، فهذا إذا كان مناسبا بداية من سن 3 سنوات هذا أفضل توقيت لبداية حفظ القرآن. وللعلم التجويد والقراءة، هل من الصغر صحيح أم بعد البلوغ؟ لا، يعني هو حفظ القرآن من الصغر يكون أفضل ببعض أحكام التجويد، يعني بعض الأحكام التجويد، ثم بعد ذلك في الكبر يتعلم بقى الأحكام ويدرس الأحكام جيدا، يكون هذا أفضل. أنا درست الأحكام بعد حفظ القرآن. فضيلة الشيخ، وكم علاقة لعلم التجويد والقراءة بالعلم الأصوات؟ أعني إذا كان لدى الرجل التجويد دون الصوت، فهل يشعر بالنقصان؟ طبعا يحس بالنقصان. لابد أن يكون أولا هناك موهبة موجود، هذا جيد الحمد لله. تثقل الموهبة بالدراسة، دراسة أحكام التجويد. ليس صوت جيد بدون أحكام ليس مناسب، أحكام تجويدية بدون صوت ليس جيد، لكن في بعض الأحوال جيد، هذا للتعليم ليس للتلاوة في المحافل. يعني أهم شيء الأحكام الجيدة والقرآن الجيد، حفظ جيد وأحكام جيدة، هذا مناسب. صوت جيد موجود ليس مشكل، هذا تلاوة في المحافل الدولية وغير ذلك، لكن ليس صوت يكون للتعليم، يكون مقرئ للتعليم القرآن وتعليم الأحكام وغير ذلك. الأمر اللازم بعد التجويد والقراءة هو نفس الطويل، فكيف التمرين لذلك؟ أولا هو النفس، يعني ليس له علاقة كبيرة لكن هو الجمهور يحب النفس طويل، لكن هناك قراء كبار من المصريين كانوا يقرؤون آيات قصيرة وجمل قصيرة، وهم من أشهر القراء وأكبر القراء، مثل الشيخ حسان رحمه الله، هو أستاذ علم الوقف والابتداء ما شاء الله، وأستاذ كبير في مصر، الشيخ محمد عبد العزيز حسان. ليس مرتبط النفس الطويل، لكن الجمهور ليس عنده وعي، الجمهور يحب فقط نفس طويل وصوت قوي، ليس مهم أحكام، ليس مهم، لا، هذا ليس جيد. أهم شيء الأحكام الجيدة، النفس ليس مهم، ولكن هو مطلوب ومحبوب. طبعا النفس الطويل يكون بممارسة الرياضة وممارسة التمارين، والرياضة هو الأساس في إثارة النفس، أهم شيء الرياضة. فضيلة الشيخ، ما هو مشورتك للأطفال والناشئين لتعلم التجويد والقراءة عن الكتب وعن استماع القراء المتقدمين أم المتحدثين؟ الكتب موجودة، لكن لابد للشيخ من تعليم التجويد، علم التلقي، لابد أن يجلس الطالب أمام الشيخ وأن يتلقى منه، وأن يقرأ أمامه والشيخ يصحح له. هناك بعض الأحكام لابد أن ترى بالعين، الشيخ صححه له، مثل الإشمام والروم، هناك بعض لابد من التلقي، لابد أن يجلس الطالب أمام الأستاذ لكي يصحح له الأحكام ومخارج الحروف وصفات الحروف وغير ذلك. أي كتب درستم؟ طبعا الحسابات ليس علاقة، أما قسم القراءات فأنا درست الشاطبية، أنا درست 10 الصغرى فقط،
الشاطبية والدرة، وأخذت معهد القراءات، وأخذت الإجازة من شيخي بارك الله فيه الشيخ محمد عبد الله الدرع من قرية أبي زعبل بمحافظة القلوبية، أخذت عنه القراءات. أما أخذت قراءة إجازة بحفص العناصم عن فضيلة الشيخ أمين واكد بارك الله في عمره، هو موجود الآن في قرية تسمى كفر الشوبك بمحافظة القلوبية، هذا أخذت عنه إجازة حفص العناصم. فضيلة الشيخ، هل يمكن لنا أن نقول ماهرا في علم التجويد والقراءة للشخص الذي هو لا يعرف علم الوقف والابتداء؟ هذا طبعا لابد للقارئ من معرفة علم الوقف والابتداء كي لا يحدث تحريفا في كتاب الله عز وجل، أو يقول شيئا ليس المراد من الآية الكريمة أو من المراد من قول الله سبحانه وتعالى. هو طبعا علم مكمل للقارئ، لابد للقارئ أن يكون عنده دراسة أحكام، دراسة وقف وابتداء، دراسة النحو والصرف، حتى يكون يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى جيدا ويتلوه حق تلاوته، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فضيلة الشيخ، كيف ترون علم اللهجات وعلم الموسيقي، هل هما واحد أم علمان على هدتان؟ التشابه بين علم المقامات وعلم الموسيقى هي الوحدة النغمية، يعني الوحدة النغمية، لكن دراسة القارئ للموسيقى ليست جيدة، يعني عزف وآلات، ويكفي أن يعرف المقامات جيدا ويعرف فروع المقامات حتى يوظف المقامات على الآيات، ليس الآيات على المقامات. يعني هو عامة القارئ إذا قرأ القرآن بخشوع وتدبر هو تجده يأتي بالمقامات، تجده يأتي بالمقامات على حسب الآية، يعني مثلا آيات النار تحتاج مقام الصبا مثلا، هذا يؤثر في المستمع أفضل. لكن يعني لا يعتمد اعتماد كلي على المقامات والنغم، لأن هناك بعض القراء يطبقون ألحان وجمل نغمية على القرآن، بعض الألحان وجمل نغمية على القرآن، هذا ليس جيد، هذا حرام. القرآن له قدسية وله جلال وله احترامه وله قدسية، لابد أن تقرأ القرآن كما أنزل الله سبحانه وتعالى، ليس كثير لحون، ليس عرب كثيرة، ليس نغم كثير. هل يمكن التلاوة في مقام واحد، يعني لعشرين دقائق أم لخمسة عشر دقائق، هل يمكن التلاوة بمقام واحد؟ ليس مشكلة، مقام واحد ليس مشكلة، المهم الخشوع في القراءة والقراءة بالأحكام الجيدة والتلاوة الصحيحة، ليس علم المقامات ليس مشكلة، ولكن الناس الكثير والجمهور يهتم بالمقامات والنغم، هذا ليس جيد. أهم شيء التلاوة الجيدة، إذا تدبرت القرآن وقرأت بإحساسك تجد نفسك تقول جميع المقامات، ولكن هناك فرق بين الخشوع وبين أن تركز على النغم وأن تركز على المقامات، هذا ليس جيدا. تقرأ القرآن بتدبر وخشوع تجد الله سبحانه وتعالى يفتح عليك، وتجد نفسك تقول جميع المقامات دون مشكلة، لكن مقام كذا هات لي مقام مش عارف ايه، هات لي مقام ايه على مقام ايه، هذا انا لا احب. ممكن قراءه مقام واحد طول التلاوه ليس مشكله. والاستعداد للمسابقه، كيف يكون الاستعداد لذلك؟ اي مسابقه، هناك مسابقات في الصوت فقط، هناك مسابقات في الصوت والحفظ، هناك مسابقات في التفسير، فعلى حسب المسابقه يكون الاستعداد. اذا كانت المسابقه في الحفظ طبعا المراجعه الجيده، إذا كانت المسابقة في الحفظ والصوت طبعا المراجعة الحفظ جيد والمراجعة الجيدة والاستعداد للصوت طبعا والحفاظ على الصوت قبل المسابقة، التفسير طبعا مراجعة التفسير، هكذا على حسب المسابقة يكون الاستعداد. والمسابقة في للقراءة كيف يكون الاستعداد لذلك؟ المسابقة في القراءة تلاوة فقط، يعني إذا كانت تلاوة فقط فتعتمد على الصوت، لابد أن قبل المسابقة تعتني بصوتك جيدا حتى يكون أثناء المسابقة ليس مشكلة، ليس برد، ليس احتقان، ليس مشكل، فقط استعداد على حسب المسابقة. من تحب في قراء مصر بالنسبة للفن؟ القراء القدامى كلهم لا غبار عليهم، هم أسيادنا وهم أخلصوا لكتاب الله سبحانه وتعالى، فأعلى الله ذكرهم وأخلده إلى يوم القيامة، أخلصوا لكتاب الله، لكانوا لا يهتمون بقصرة النغم وقصرة المقامات وقصرة، هم كانوا يقرؤون بالمقامات
لكن لا يهتمون بالمقامات، كانوا يقرؤون بالخشوع وبالإخلاص. ولذلك سبحان ربنا سبحانه وتعالى كتب لهم القبول في جميع أنحاء العالم، هم الأساس وهم نبراسنا وإلى يوم القيامة. من تسمع في قراء المتقدمين؟ الكثير، هناك الكثير من القراء الجيدين ما شاء الله، إذاعيين نسمع لهم، لا أخص أحد بالذكر، ولكن كل من القرآن يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي رسوله أنا أسمع له. كل قارئ يقرأ القرآن يرضي الله ويرضي رسوله أنا أسمع له، بس أسمع. إذا كنت تقرأ وكنت تتعلم علم التجويد والقراءة، فأي قارئ كنتم تسمعون في ذلك الوقت؟ طبعا الشيخ الشحات محمد أنور ومصطفى إسماعيل والشيخ المشايخ القدامى المصريين، هذا كنت أسمع لهم. ما هو أحاسيسك عندما استمعت إلى قراء جامعة الطيبة مركزية دار التجويد والقراءة؟ ما شاء الله بارك الله فيهم، قراء جيدون ما شاء الله وقراء متقنون، وبارك الله فيهم جميعا، وبارك في أستاذ الشيخ الفضل حقاني بارك الله فيه، شيخكم وأستاذكم وشيخنا وأستاذنا أيضا، وبارك الله في الجامعة، مشايخ متقنة وأداء جيد ما شاء الله بارك الله فيه. ما هو رسالتك للشباب؟ شباب القراء أم شباب الأمة المسلمة؟ شباب القراء. شباب القراء فقط، لا فقط يعني لابد من الحفظ جيد، حفظ القرآن ودراسة أحكام التجويد قبل أن ترتقي دقة التلاوة. فهناك الكثير من الشباب يصعدون دقة التلاوة ولا يحسنون الأداء ولا يحسنون الأحكام ولا التجويد، فقط فلوس موجود، ليس أهم شيء الفلوس، لكن ليس تلاوة مضبوط، ليس أحكام جيدة، ليس حفظ جيد. لابد أن تراعى الله سبحانه وتعالى في القرآن، تتقي الله في القرآن، احفظ جيدا وادرس الأحكام، ثم بعد ذلك اصعد دقة التلاوة ليس مشكلة. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا بہت قیمتی وقت دے دیا. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.